مو لازم تحطونه في الفرن، تقدرون تسلقونه وبعدين تبهرونه نفس البهارات وبس تحمرونه. يعني هو يتسوى بكذا طريقة، بس اللي أنا أسويها هذه اللي أدخله الفرن. طبعا كل واحد حسب فرنه وش يحمل. طبعا يعني لما يكون الفرن أصغر ممكن أنت تقطعين الخروف وبس. هذه هي بنرجع نتبله زين من كل الجهات. إيه لسه بنسويه من تحت كمان. بدك تبرميه. نبرم الخروف كذا. طبعا اللي يشوف شكلي ما يقول تشيل خرفان. ايه لا ما شاء الله عليك. قاعده تشيل خرفان وتحطهم. ف كل شيء على التعود، لما بتتعودي على الشغل يعني وكذا انبسط. وانا احب الناس ياكلون صراحه، يعني انا لما احد يقول لي بجي لك وطبخي لي يعني اكون مره سعيده. انبسط على الناس اللي يحبون الاكل وياكلون. انا مثلك بحب طعمي. اي وتحبين انه الناس يجتمعون كذا الجمعه هذه والاكل الكثير. يعني ما اعرف انا اصلا من الاول، يعني من اكثر الاشياء اللي خلتني انه انا افكر انه ابدا اطبخ وكذا، انه انا ما اعرف اسوي اكل قليل، لازم كميات كبيره. هذه الكميات الصغيره ما اعرفها لانه تعودت على هالشيء ما شاء الله. طبعا انا رفقاتي بيكونوا مثلا بدقوا لي شو عامله بالبيت، جايين لعندك دغري بقوم شو ما على طول مهم اني اعمل شيء انه تسوي لهم شيء. هلا بهرني على الميلتين على الجهتين. بهرنا. فهذا اللي احنا الحين سويناه. نرجع بنحطه في الشبك هذا. الشبك هذا هو اللي خاص لفرني انا طبعا. الشبك هذا بنغطيه بس من فوق بالقصدير. بنغطيه من فوق وبنخليه من تحت لانه من تحت بخار المويه بيخليه يستوي. بنشوف الحين كيف بنسوي. يلا اوكي. هلا هيك حطيناه على الشبك. بهذا الشبك حيروح على الفرن. خلاص الحين بيدخل على الفرن. على البخار بينطبخ. على البخار بينطبخ. شو قلتي لي اسمه؟ مطفح. مفطح. مفطح ما بيشبهوا بعضهم. هذا المفطح السعودي. اوكي طيب يلا هلا حنحطه بالفرن. يلا الحين يا ليلى الخروف زي ما شفتي جاهز ومحطوط على الشبك وبندخله الفرن. انا طبعا جهزت خروف ثاني وطبخته علشان الوقت. شغلنيك كثير. لا بالعكس والله، بس هذا الخروف يعني اذا هو صغير كذا ياخذ له ساعتين ساعتين وربع، اذا هو اكبر ياخذ وقت اكثر، وعلى حسب فرنكم في الاخير هل يساعد ولا ما يساعد. هذا اللي بدي اسالك. انه نحن اذا عندنا الفرن العادي، الفرن العادي فينا نحطه بالفرن زي ما هو أكيد. وما بنغطيه؟ لا لازم نغطيه بقصدير كويس يعني. هذا القصدير لا يضغط. ايوه علشان البخار نفسه نفس الشيء بيسوي. أوكي. فانا جهزت واحد هذا بندخله الفرن وبنشوف اللي سويناه. هذا فرني يا ليلى شوفي ما شاء الله. تعالي كذا علشان البخار. هذا الفرن كثير يطلع بخار. خليني اوريكي كيف. ما شاء الله هذا بخار بخار ضاغط بخار يعني بخار. من تحت نحط المويه والخروف قاعد يستوي. بس تشوفينه كيف. خليني اوريك لما نشيل القزير. هو اهم شيء القزير. ما شاء الله ليك اللحم كيف طلع عن العظم. يعني شوفي استوى كثير ما شاء الله. ما شاء الله كثير حلو بيصير. يعني هذه النتيجه. قد ايه بعد بدنا لناكل؟ خلاص على طول ايش نسوي الرز بسرعه وبناكل اكيد. بنحمره شوي وبناكل. هلا هذا الفرن هو زيته بتحمري فيه؟ هذا نفسه يحمر ويسوي كل شيء. تمام. فهذه النتيجه النهائيه. احنا عندنا استوى شويه زياده يعني بس دايب طبعا مو ناشف الحين. لا مبين. الحين بنخليه بس يتحمر شوي. طبعا الحين ليلى الرز. الرز اسهل منه ما فيه، كانك بتسلقينه. بنجيب الرز، الرز البسمتي على حسب وش تحبون عاد انتم تستخدمون. اي انا بحب البسمتي كثير. البسمتي كثير حلو، يعني تنقعينه بس شوي والحبه طويله وحلوه وما ياخذ وقت كثير. بالنسبه للرز، الرز بس بنحط الرز زي كذا في المويه الحاره. وبنحط عليه الملح. بتعرفي انا بالطبخ بالمحاشي بستعمل الرز المصري. ايوه وبكل شيء انواع رز بعدين بستعمل الهندي او البسمتي. ايوه هو احلى شيء صراحه. الرز الامريكي ما كثير بحب. ولا انا صراحه، انا احب هذا البسمتي. طبعا زي ما قلت لك بنحط المويه الحاره شويه زيت بس. هذا الزيت عليه زعفران؟ لا زيت عادي. زيت عادي. ايه زيت عادي. أوكي. وبنحط الملح. نقدر نحط البهارات الصحيحه. انا صراحه احب احط شويه قرفه مع الرز. وبتحطي لكل كبايه رز 2 كوب مي. ايوه 2 كوب مي. انا صراحه مو يعني دقيقه ما بالدرجة. انا مثلك انا ما بعير بس العالم بتضل تسال انا اي ممكن. وبنحط شويه هذه البهارات كلها الصحيحه تعطي كذا نكهه حلوه.
هلا السؤال بدي اسالك، انت كاعلاميه او مذيعه كيف يعني كيف قادره توفقي بين شغلتين؟ يعني مثلا ما شاء الله الجمال واناقه وهيك، وبعدين تفوتي على المطبخ، بتعرفي بالمطبخ كيف بيكون شكلنا؟ والله ايه، لا شوفي انا صراحه الحب يعني الاعلام احبه واحب شغلي واحب الطبخ مره، فاذا صار عندي الوقت اللي انا بطبخ فيه خلاص تلقيني واحده ثانيه انه مركزه والطبخ والوصفات والاشياء هذه، وحتى لا ميك اب ولا شعر ولا اي شيء. فحلو توفقين بين الاشياء اللي تحبينها، شوفي انت بس تحبين الشيء خلاص بتلاقي له وقت انه تلقين له وقت وتبدين تسوينه صح. الحين بنحطها على النار، بنحط كبستنا. هلا حطينا نحن ورق غار، ورق وعود غار قرفه وحب هيل وقرنفل، ايوه حطينا وملح. أيوة وملح وشويه زيت وخلاص، بنحطه يشرب المويه ويستوي على نار هاديه لحد ما نسوي الكشنه اللي انا قلت لك يلا عليها. اوكي الحين بنبدا نحمس البصل ونخلي البصل يتحمس الى ما نحس انه بدا يتحمر. بعدها بنضيف للزبيب وبنضيف للحمص المفلق انا اسميه، او هو اسم الحمص الصغير اللي يكون مقسوم. نسلق الحمص شوي وبعدين نضيفه له، واللي ما يحب يعني الحمص مو لازم، واللي ما يحب الزبيب بعد مو لازم انه يحطه، كل شيء على حسب رغبتكم، بس هذا اللي انا اقدر يعني اسويه واحب اسويه كثير ويعطي طعم مره غير للوصفات. وهني اكثر شيء هيدا بيطلبوها من عندي، هذا اكثر شيء ينطلب من عندي. تعرفين عاد هنا يعني في الامارات كثير عندهم عزايم وولائم وحضرتي لرمضان هلا انت معنا؟ والله قاعده احضر لرمضان، وتحضيرات رمضان دائما حلوه. اي والله شهر الخير. تعال نشرب شوية كركديه. ولا هيدي عشو؟ هيدي عرمان وما ورد. ولا تحب الكركديه؟ لا اوكي هذه احلى. هيدي ما فيها سكر وبتبرد هيك. دوقيها لنشوف. وما فيها اي مواد حافظة ولا مواد اصطناعية. روعة. كثير كثير حلو. طيبة. هذه تصلح مع رمضان كذا، تعبين أيوة. الثلج وتحطين عليها يطلع واو، وتصلح للدايت بعد اذا ايه لان ما فيها سكر ولا مواد حافظه ولا شيء، كلها مواد طبيعيه. طبعا الحين بنحط الرز وبنحط اللحم وبنحط الكشنه وبنزينه وذا، وبتشوفون اكله ولا اطيب. يلا كانت ويت. يلا لنشوف.